وصلنا لمساحتنا التربوية التعليمية السلوكية اللي دائما نحاول رغم كل التطور والحداثة اللي عم تعرض له الطفل انه نضوي عليها ونركز عليها كرمال الاهالي يستفيدوا منها. اكيد يمكن كثير بنحكي عنها اليوم رشا كأمهات، اساليب التربوية، التربية الحديثة. اليوم نسمع كثير مصطلحات حول التربية، قديش فيني اليوم كأم فعليا اقدر ربي ابني تربية فينا نقول متوازنة، يكون للطفل سليم نفسي. سابقا كان في نوعا ما نوع من الحزم والصرامة ما بنشوفها اليوم بهي الأيام. مين ما كان بتسألي انه انت نوعا ما فينا نقول شوي مدلع ابنك او كثير في اعطيه مجالات شوي بيقول لك انه هي هي التربيه الحديثه. مفهوم التربيه الحديثه مفهوم جدا فضفاض، اساليب التربيه هي عديده. لنحكي عنا اليوم معنا الاخصائيه التربويه لينيت يوسف. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. مثل ما قالت نور، اليوم عم نحكي عن موضوع كثير مهم بين الحداثة وبين ترباية الجدة والأم من زمان وبين ترباية الأمهات الجداد. عم يكون في خلل، ما في رضا لا من القديمين ولا من الأمهات الحديثين. فاليوم إذا هيك بداية قبل ما نروح للتفاصيل نحكي عن الأسلوب التربية الحديث، شو برأيك هو؟ هلا أول شيء نحن بنعرف إنه في عنا أساليب عديدة للتربية. صحيح. والاساليب تنوعت من قديم وهلا، يعني هي اساليب كانت مستخدمه من قديم الزمان وهلا ولساتها عم تتكرر. بس نحن في عنا هلا هون مصطلح شائك، اسلوب التربيه الحديثه، بفكروا الاهالي انه انا بدي اتعامل مع الطفل تربية حديثه، ما اختلفنا وما بدنا نضرب، ما في انصياع لاي نوع من الاوامر، بتحسي انه هو رافض اي فكره انه يرد على الاخرين، وما في خجل انه ماشي تربيه حديثه. نحن ما بدنا نضرب، ما بدنا نعنف، ما بدنا نقاتل، بس بنفس الوقت في عندي بدك تنصاع لاوامر الاخرين، في عندك ضوابط، عندك قواعد معينه، حتى عندنا روتين حياه هذا لازم نعيشه بحياتنا يعني. طيب خلينا نحكي بعض القصص من البدايه، يعني قلنا يمكن هي التربيه مثل ما قلتي انواع واساليب عديده، وهي فعليا الهدف الاساسي ان كان من القديم لليوم هي فعليا انه تربيه الطفل سليم نفسيا تماما رغم كل الظروف والضغوطات اللي عم نعيشها. ومفهوم التربيه الحديثه قلت فضفاض، يعني هو بالعكس اذا بيطبق بطريقه صحيحه هو فعليا النتيجه رح تكون تمام. فعليا مرضيه ومثاليه. وقصه الرضا هي مشكله، يعني لما تقولي انت راضيه المحيط مش راضي، المهم انت تكوني راضيه على اللي بتعطيه وبتمنحيه لطفلك بعيدا عن تدخلات اي شخص موجود بهي الدائره. اليوم شو هي الاساليب او القواعد الاساسيه للتربيه الحديثه، لانه خصوصا مع الامهات الحديثين، يعني بدايه بتلاقي الكل بيعطيهم نصائح والكل بيتدخل، هي بتكون خايفه ما عم تقدر تمنح طفلها فعليا التربيه اللي هي بتتمناها. تمام. هلا اذا نحن بدنا نعود للتربيه الحديثه، نحن اول شيء بدنا نعرف انه يكون في انسجام بين سلوك الاب والام، يعني ما تكون في حدا مثلا السلطه تبعه مفروضه او طاغيه على الثاني، انه مثلا انا مو عندي الاب شديد والام لا متهاونه، يعني احيانا بيقولوا لازم يكون في حدا هيك، بالعكس لازم يكون شوي في اتفاق انه نحن عندنا لا لا لسبب معين والمسموح مسموح شيء معين، لانه نحن في عندنا سبب. في عندي شيء ثاني انه انا بدي ابعد عن انه بيكون انا عندي نمط عدواني بالتعامل مع الطفل، هذا الشيء كثير ببعد عنه. وقت عدواني، عدواني انه مثلا صار موجودين احنا قاعدين هلا بعدين في طفل تصرف تصرف غلط، انكسرت الكاسه، اي تصرف بسيط صار، ما بالغ برده الفعل. انا رده الفعل تبعي هي عم تعمل لي عدواني فوق الوصف. صحيح. التربية المتوازنة أو التربية فينا نقول الحديثة هي عبارة عن تربية بتأخذ من كل أنواع التربية شيء مميز. مثلا نحن في عنا التربية السلطوية، أنه مثلا يعرف أنه في هيبة لوجود الأهل، في أنا في عندي قواعد معينة بدي التزم فيها، في عندي أمور معينة لازم أنا ما ناقش فيها، أنه خلص في هيك هيك. في عندك انه مثلا الحمايه الزائده، نحن هذا الاسلوب من انواع الحمايه او التربيه من اساليب التربيه كثير سيء. صحيح. انه انا الولد بده يجيب كاس مي، لا 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 انا بجيب لك، لا تكتب وظيفتك انا بكتب لك، لا تعمل. حتى بنروح على الدكتور هو بده انه مثلا بيسال الدكتور انه شوفي انا بدي رد، برد بلسانه، بتصرف انا عنه، ما بخليه يكون مرتاح نهائيا، يعني باخذ منه كل شيء. وفي عندك اسلوب مثلا من اساليب التربيه
المهمل، يعني انا مو فارق معي، المهم اكل شرب، مو فارق، حكى ما حكى، عم بيعاني من مشكله ما عم بيعاني، وانا الرعايه مش اكل وطعام فقط او شرب، صحيح طبعا، وبدي اعرف انه دائما نحن نتحمل عواقب افعالنا مع اطفالنا. يعني مثلا هلا نحن عندنا طفل، حاولنا نحتضنه، نرعاه، نسمعه، نسمعه كيف بيتحدث مع الاخرين، يحترم القواعد، بالنهايه انا رح اكون مرتاحه وهو مرتاح. لانه المجتمع هلا موجود معك 10 دقائق، الاخرين موجودين نص ساعه. صح. اللي رح يتحمل هو الطفل والام يعني والاهل. هدول القصص اللي حكيتيهم، انه خلينا نقول مبدا الحمايه، مبدا الاهمال، اليوم هدول القصتين وخاصه موضوع الحمايه، اليوم نحن بنعرف انه هاي القصه نابعه من الامومه ونابعه من احساس الام بالخوف، يمكن ما تكون القصه عن شر او عن تكون غير مقصوده يعني، ولكن نحن اليوم شو عم نصدر للمجتمع؟ هل حتكون شخصيه، حيكون شخصيه مهزوزه، ما عنده ثقه بنفسه، ما عنده، خايف ياخذ قرار، بخاف من اي خطوه اي حدا ما يكون جنبه، لانه تعود على هي القصه. اليوم الام اذا بدها تبلش، خلينا نحكي عن العمر الصح للطفل لحتى نقدر نعطيه دور السلوكيات الصح، وشو هي الاساسات؟ هلا نحن مثل ما تفضلتي حضرتك انه الام هي بتكون اخذه هذا الدور، هي مستمتعه فيه. انا بحترم دورها، بس انا مو لدرجه انك انت تستمتعي بدورك انك انت تعملي طفل اتكالي اعتمادي، ما بيعرف يعتمد على حاله، ما نواثق بحاله، ما نو قادر يتصرف. نحن من عمر السنتين نقدر نفهمه انه انت هذا الغرض جبته لهون، بدك ترجعه محله، بدك تلبس، بدك تحاول تجرب تلبس، بدك تضب الاغراض، بدك تضب الالعاب، نحن سوا بنضب الالعاب، مو انا بضب لك لهون لا 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 ما بتضب. هو المخرب. ايه لانه هو لانه هو عارفان حاله كثير منيح شو عم يعمل، وانت بالمستقبل ما بقى فيك تتحملي الاعباء اللي بتصير. صح. طيب خلينا نحكي، يمكن كثير من الامهات عم يتابعونا وعم يقولوا هذا الحكي كثير جميل، بس قديش فعليا انا فيني طبقه؟ والطفل مثل ما قلتي يمكن خلال حديثك مثل الاسفنجه، يعني هو بيمتص كل العادات والسلوكيات من المحيط والبيئه والاهل، اساسا النقطه الاساسيه الاب والام. بس اليوم عم نشوف الاطفال، فينا نقول بيقولوا لك حتى الاهالي، انه بالعشر سنوات الاخيره في كميه عناد هائله، يعني ما كنا نشوف هي العناد عند الاطفال سابقا، اغلب الاطفال عنيدين. هون كيف هي الام تتصرف مع الطفل العنيد؟ واشرتي لنقطه ردة الفعل قديش بتكون مدروسه، لانه نحن بنعمل ردات فعل فقط على السلبي، فان هو اساسا ليكرر الايجابي ما بتعطي ردة فعل نفسها على ردة فعل. يعني بتشوفي لما تصرف تصرف سلبي ردة فعل بتكون قويه، طب الايجابي خليه تكون متوازنه ليقدر يكرر هذا الفعل ولا لا؟ حبيت سؤالك. دائما عندي انا طفل عنيد لانه بيكون يا اما عم يلفت نظري، يا اما هو متعود على العناد، يا اما الغلط من عند الام بتكون ما عم تعطي بدائل. دائما انا وقت اللي بدي يكون عندي عند مثلا عند بدي اطلع مشوار، فينا ما نطلع، شو رايك بنطلع مشوار ولا بنعمل شيء ثاني؟ حدد له انه في عنده بديل دائما، خيارات. ما بدي اقتنع انه انا في لا هيك لا ما في لا، بدك تقولي له لا ليش، في شرح بعد لا، في خيارات، مش في خيارات وبدائل تماما. بس المشكله ما بيقتنع، يعني حتى لو كان عندك كثير اليوم اسباب انك انت اليوم ما تطلعي هذا المشوار او ما تقدر تجيبي له هذا الغراض، اليوم نحن عم نتعامل مع طفل يمكن نور انت بتعرفي يعني مو بس عنيد، يعني ذكي جدا، سابق أهله، سابقنا من زمان يعني، سابقنا بمراحل، يعني يمكن التكنولوجيا كثير كان لها اثار ايجابيه ولكن كان في منحى سلبي. طب ليه خلينا نحكي اليوم نحن، انا ايمت ممكن احس انه طفلي في شيء صح مو صح بنفسيته، في اتجاه مو صح ونحن بحاجه لاخصائي تربوي؟ ايمت هلا انا اول شيء بدي اعمله انه بدي اخذ وقت اعطيه لابني، راقب افعاله، اعطيه وقت نحكي، شوف شو عم يعمل، ما ضلني مشغوله عنه كل الوقت لحتى اقدر ميز انه هو عنده مشكله او لا. وبس بلش انا احس انه في عنده مشكله، اول شيء ما اخجل، عنده مشكله ايه بنسكرها. شو هي المشاكل اللي ممكن الام اليوم تلاحظها؟ عندك مشاكل كثير، هلا عندك مشاكل سلوكيه، يعني عندك العدوانيه، انه يضرب الاطفال، يضرب يعني الاخرين سواء الكبار او الصغار. هلا في عندنا هي المشكله كثير دارجه وهلا كثير شكاوى. طيب هي شو سبب منشأة هي؟ معلش خلينا نركز عليها. ايه لانه هو في عندي طبعاً. انا في عندي المنشأ تبعها هو التساهل، التساهل من اول مره صار معي فصل مثلا، تصرف الطفل بقله احترام مع الاخرين، من اول مره بده يصير في عقاب، العقاب مو قتل، العقاب انه اقعد هون انت تصرفت بهي الطريقه، ممنوع تتصرف هيك مع التانيين لانه عيب، لانه هذا التصرف بس لانه في حدود، لانه في كبير وفي صغير. من اول مره بس يصير في هذا النقاش ممكن انت تتطوري مع الطفل وممكن يستوعب، اما من اول مره خلص انا تساهلت وما عاقبت صغير واتركي على راحته، وبكره بيكبر، فهو بيكبر على هدول القصص الغلط يعني. لا وهلا في شكاوى كثير انه
انه كاخصائيه تربويه انه نحن عندنا مشكله انه ابني كثير عنيد، ابني كثير عنيف، بس والله ماني قدرانه اني اقسى عليه. ليش مانك قدرانه؟ بتقلي لانه نحن مرينا بظروف صعبه. طيب ماشي، انت بتعرفي انه هي الظروف الصعبه كانت كثير قاسيه عليك وعليه، بس اذا هلا ما اخذتي مبادره وحاولتي انك تساعديه بده يصير هو أسوأ. يعني انت رح تتحملي النواتج. فيمكن بعتقد كمان الاهل بيكونوا شريكين ببعض النقط، لانه مثل ما قلنا خلال الحديث انه بعض التصرفات الاهل بيتجاهلوها، او احيانا بتلاقي في تصرف ممكن هو مثل ما قلتي مثلا مش منيح، الاهل بيضحكوا وبيمزحوا بين بعض وفجاه الام بدها تاخذ هي رده الفعل. حبيت هون بتعمل كمان خلل عند الطفل، لانه الطفل بيقول انه انا شو عملت؟ يعني كانت هي ما عم تحكي شيء وكانت مبسوطه، لانه احيانا بنسمع الولد عم يشتم، بتلاقي مثلا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي فيديوهات عم تنتشر وبتلاقيها بشكل كثير كبير انه الجد عم يضحك، الست عم تضحك، وبعدين صغير يعني انه الكلمه طالعه، بعدين بس يكبر شوي لا ما بصير تحكيها، انه لا بس انت كنت حابب وانا عم بحكي. بالبدايه نحن في عندنا موضوع التجاهل، انا مو بدي اتجاهله امسك التليفون، مو بدي اتجاهله وروح على غرفه ثانيه، هو عم بيعيط، عم بيقاتل، عم بيصرخ، انا بدي ارجع انتباهه لتجاهل الموقف. اول شيء انا بدي ضل عم بتطلع فيه، انه بدي احط عيني بعينه، هو عم يطلع فيني وانا عم بتطلع فيه. يلا خلصنا، خلصت، خلص بكي، اخر شيء بدي الاقيه عم يضحك، بعدين قرب علي وبلش انه بده يمزح، بده يضحك، بيعرف حاله انه غلط، بعدين انه انت تعبت ولا ما تعبت، هيك بدك تبلشي معه انه تعبت، انت مبسوط بالشيء اللي صار، بدك تاخذي انت، بدي اعرف انه هو عم بس احيانا بيقولوا لك لفتي نبهه، لفتي انتباهه لشيء ثاني، يعني انت كان شتتي انتباهه، يعني انت شتتي انتباهه عن التصرف الخاطئ، انه هو مثلا كان عم يزت الكاسه، انا بقول له مثلا تعال شو شو، يعني بخليه يبتعد عن هيدا. انا وقت شتت انتباه ما بيكون عندي نوبه غضب، انا وقت عم بحكي هلا عم بحكي عندي نوبه غضب على التصرف. ايوه اوكي خلصنا، انت شو حسيت؟ بدي اعرف هو عم يستمتع بالشيء اللي عم بيصير، انت عم تتعب ولا لا؟ طب هيك منيح؟ ما عاد في بكي، ما عاد في صريخ، بدك تحكي لي شو الفكره، شو الموضوع. طيب خلينا لينيت تحكي شوي عن الثواب والعقاب. انت عم تقولي انا ماني مع انه اليوم الطفل ينضرب طبعا، ولكن هلا في البعض لا عم يضطر لهي القصه يعني، وبقول لك انا لا انا خليني على تربايه القديمين، انا اهلي ربونا على هاي القصه، وجدي ربى ابي على هاي القصه، ورحنا على اساس تربيه حديثه، طلع عنا طفل عنيد، طفل بياخذ غرضه غصب عنك بالنهايه قد ما حاولتي، بضل يبكي لحتى انت اللي تستسلمي. طيب اليوم مع هذا الطفل نحن خلينا نحكي اليوم شو اهم العقوبات اللي نحن ممكن ما نروح للتعنيف الجسدي ولا اللفظي ونقدر انه نحن نوصل للشيء اللي بدنا اياه. اولا بدي يكون قدامي دائما عم راقبه، قدامي انه انت سويت غلط، قدامي بدك تقعد تتحاسب، قدامي بدك تقعد ولا حرف. بدي حاسبه انا اليوم، بدك تقعد على الكرسي، قاعد على الكرسي ما في ولا حرف، ما بدي احكي معك، ما بدك تحكي معي، بس هون بالسن حتى انا خلص. والسن كيف يعني؟ هون بنحكي الاعمار مثلا بالسن 6 سنين من سنتين اربع سنين، مشان نعرف انه بيقولوا لك مثلا بدك تعاقبيه للطفل عمره سنتين توقفيه طبعًا. دقيقتين طبعا ضد 3 سنين، يعني هي طريقه حتى التعامل بالعمر طبعا مختلفه طبعا، انه مثلا نروح على غرفه ثانيه واحبسه هي القصص لا ابدا. ليه؟ لانه هذا الشيء كثير بياثر على نفسيته، الام بدها تعرف انه انا بدي اكون مشجعه حالي وعامله ريلاكس كثير كبير لحتى اقدر استوعب هذا الطفل اللي قدامي. طيب خلينا نحكي بالختام نصائح اخيره لكل الامهات اللي عم تقول هذا الحكي كثير حلو، بس انا فعليا قديش قادره طبقه ولا لا؟ كثير حابين بعض النقاط الاساسيه اللي فينا نركز مع البدايه، لانه في فتره فينا فعليا نستغلها هي السنوات الاولى للطفل، بنعرف من ال3 سنين ل6 سنوات انا قديش فيني استثمر. طبعا هلا انا بقدر كل الامهات اكيد، وبقدر كل المقدمين الرعايه بشكل عام، ولكن انه نحن بنعرف انه التربيه هي شيء كثير صعب وكتير اساسي وما هو سهل، وقت اللي نحن بدنا نكون جاهزين نجيب بيبي بدنا نكون نحن بنعرف حالنا شو الهدف. انا مو هدف اني اشعر بالامومه، مو هدف اني اشعر باحاسيس ثانيه، الهدف اني اجيب انا طفل وانشئه انشاء صحيح وربيه تربيه صحيحه. وحتى هلا نرجع شوي، نرجع قيمه المعلم للحياه، انه هلا نحن صارين نشوف انه حتى الامهات والاهالي واي حدا بيقدر يتمسخر على المعلم ما بيعرف يعلم، لا هذا الشيء مو حلو، بدنا نرجع قيمه التعليم، قيمه التدريس، قيمه التربيه. شو اللي تغير؟ يعني اليوم شو اللي تغير عن قديم؟ اللي تغير يعني نحن لهلا بذاكرتنا اسماء الاساتذه كانوا وقت يفوتوا على تماماً. الصف نحن هيك نعمل، نخاف اكثر من ما نخاف بالبيت يعني. يعني هذا التساهل اليوم اللي صار وهذا التسيب كثير، يعني التساهل بلش من الامهات، من عندنا من الاهالي، وقت اللي انا بقلل من قيمه المعلم معناتها ابني ابدا ما رح يحترمه. طيب اكيد بالختام بدنا نشكرك الاخصائيه التربويه لينات يوسف على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا، شكرا وصباحك حلو.